سفرة بترحب بسادة المشاهدين في كل مكان، واهلا بكم مرحبا في برنامجكم الشيف. النهاردة هنعمل كبيبة، في كبة صينية، في كبة مقلية، في كبة نية، في كبة مشوية. النهاردة كبة مبرومة. ازاي؟ ده اللي هنقوله مع حضراتكم النهاردة. هنعمل كبة بشكل جديد وبفكر جديد، وتعالوا نشوف مقاديرنا مع بعض على الشاشة. عندي لحمة داني وبرغل وسميد اللي هو اللي بيقولوا عليه سمولينا، وهريسة شطة وبابريكا وبصل، وعندي لوز متقشر، عندي مكسرات زي ما انا عايز، ملح وفلفل. اما بالنسبة عندي بعد كده الحشو اللي هو برضو عبارة عن اللوز، وانا مش عايز، هو الحشو مكتوب لي هنا مش مظبوط، لكن هنقول كل المقادير مع بعض والحشو هنراجعه مع بعضينا تاني. ادي الحشو، لازم يكون فيه اللوز اللي احنا حطيناه بره، وحط فيه الصنيبر، وحط فيه البابريكا، لكن هي اللحمه نفسها الحشو اللي هي العجينه، برغل وسميد ولحمه وبصل وملح وفلفل. دي العجينه، هنقولها تاني، اللي هو عباره عن لحمه غنمي وبرغل وسميد وبصل وملح وفلفل. بقيت كل الكلام ده هنحطه للحشو. يبقى تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ازاي العجينة. ادي ده كده الحشو بتاعي اهو. نخلي بقى القرفة هنا، وهدي سنة كمون. يبقى كل الكلام ده، ده هيبقى حشو جوه مع ده مع ده، وقطعة من البصل كبيرة اهي. يبقى دول الحشو ودول العجينة، دي السمنة ما بين الاتنين. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه مع بعض بسرعة. هنحط الصينية في الفرن ونبدأ نشتغل. عندي الخلاط او المضرب المكسر اهو، هنبدأ نشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد البصلية الأول نفرمها. كده. أنا مش عايز أحط بصل كتير، بس أنا كده كده عندي سومولينا هتربط معايا كل الاشياء دي. يبقى عندي هنا حاجه كبيره كده، نحط ادي اللحمه، ادي البر بنقعه في ميه قبلها بربع ساعه واصفيه اهو، ما يسيبوش في الميه وانساه. ادي سنة كمون مش كتير، ادي قرفة ناعمة، واخد الباقي هنا، ادي ملح، ادي فلفل اهو، كل الكلام ده اهو. يا سمية صباح الخير. صباح الخير، ازيك يا سمية؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. تأمريني سعادتك يا فندم. ربنا يخليك الامر لله. انا بس والله احنا بنشكر حضرتك على كل اللي انت بتعمله لنا وتعبت معانا بصراحه. انا ده انا فرحان بيكوا وعمر ما تعب طول ما انتوا معايا. يا رب يخليك. صدقيني يا سمية بشتغل من قلبي، عشان انا بشتغل مع اهلي واولادي واحفادي وكل اخواتي. كفايه تعب حضرتك والله. صدقيني انا ببقى فرحان ان بطلع كلهم قدامكم. ربنا يكبر بخاطرك يا حبيبتي. سؤال حضرتك يا ست العرايس. مستحيل والله، انا كان نفسي اسلم على حضرتك اشكرك على كل اللي انت بتعمله. يا بنتي الله يكبر بخاطرك ويخليك يا رب. ليك اي سؤال يا ست الكل؟ خليك. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليك يا بنتي. كده انا بحاول احط البصل الاول كده يتحن الاول، عشان ما يبقاش طالع مش مكسر كده. معلش يمكن انا نسيت وحطيته كده، لكن احنا ايه، كل حاجه لسه في اولها اهو. ادي البصل، هدور كده عليها كده.
دي يا جماعة الكبة الشامي اللي احنا بنعملها. بيجيلنا أسئلة كتير عليها، النهاردة هنعملها حضراتكم اهي. بنعم فيها على قد ما اقدر، بنعم فيها على قد ما اقدر. لازم اتاكد بقى زي الكفته بتاعت العيد. السميد ده عندي ممكن الاول قبل ما اخلص اشوف هنا العجينة بتاعتي ملمسها ايه، هل طرية ولا حلوة. هنا بقى كده اعمل ايه، ادي شوية سمولينا اهو. السميد اهو بيعمل لي عملية ربط معايا، يعني السميد مصلحته ايه؟ ان بيعمل لي شويه ربط معايا على اساس انا كده. مهم ان انا اخرتها خلطه جميله وعجينه عجنه نظيفه اهي. طيب تعالوا بقى نعمل الستافنج بتاعي او الحشو. كده فوق الممتاز، اتكسرت كلها وتعجنت مع بعضيها. هو يا جماعة دي شبيهة للميت لوف. ايه هو الميت لوف؟ احنا عملناها مع بعض قبل كده، اللي هي اللحمة المفرومة اللي عملناها زي اللانشون، لكن مش لانشون، لكن مش لانشون، اللانشون مختلف تماما. كده وجعت دماغكم زيادة، افصل. شكرا يا ميدو. مساء الخير. مساء الخير يا شيف. مساء الفل. يا مساء الهنا يا ميدو. اخبار حضرتك ايه؟ في نعمه يا ميدو. يا رب يكون السنه كده تكون سنه سعيده عليك ان شاء الله جميعا يا رب، على الشعب المصري كله. ربنا يخليك يا رب. على الشعب المصري يكون باليوم والبركه والخير. ربنا يخليك يا رب. تؤمرني تؤمرني. اتفضل يا حبيبي. الحمد لله. استاذنك بس محتاج كشري بالجمبري بعد اذنك. كشري الجمبري بالجمبري. عايز ايه جمبري حضرتك؟ هو مطلوب مني كده. قلت ارجع للشيف الاول اساله. ايه هو يا فندم؟ هو مطلوب مني ان انا طالب كشري بالجمبري. كشري بالجمبري؟ احنا ممكن نعمل الكشري باي حاجه انت عايزها، بالجمبري، بالفراخ، بالمشروم، باي حاجه. هو كشري كشري المصري اللي يعرف عليه كشري. لكن عايز بقى اسلق شويه جمبري او اخدهم سوتيه واحطهم فوق الكشري هيبقى زفر. ها اجيب شويه لحمه اخدهم سوتيه احطهم على عيني وراسي برضه هيبقى زفرنا الكشري اللي هو بيبقى طالع دايما نقي جدا. يعني انا امبارح بالليل الساعه 1 بالليل كان هف على دماغه اكل كشري لان حاجه خفيفه. في صلصه وفي تقليه وبتاع بس ما فيهوش حاجه جامده، لكن هو اوريدي فيه بروتين. يعني الكشري بيبقى فيه حمص مسلوق وفيه عدس مسلوق، ده كله بروتين. فهندخل كمان عليه فسفوريات او لحمه، لكن هو الكشري كشري. لكن اضافات زياده اديله اللي انا عايزه يعني. لكن حضرتك انا اول مره اسمع كشري الجمبري، اول مره اسمع. ولكن احنا بنستفيد دايما طول ما احنا مع بعض بنستفيد، مش عيب ان احنا
نستفيد. يا نورهان مساء الخير. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا ست نورهان؟ حضرتك عامل ايه؟ في نعمة والله يا بنتي الحمد لله. تؤمرين؟ ايه انا بس والله عايزة اقول لك على كلمتين كده من غير اي زعل، يعني الكلام اللي الناس كانت بتقوله في الاول ده. لا انا تحت امر سعادتك يا فندم. يعني انا عايزة اقول للناس اللي بتتكلم في الحاجات اللي هي بقى انت قلت انت عدت، انا عايزة الناس تركز، يعني اي حاجة حلوة في مصر او اي حد يعني في اي مجال بقى فن اي حاجة، الناس اي حاجة حلوة تكون موجودة الناس تشجعها، يعني يبقى في تشجيع. بس والله يا شيخ شربيني مثلا بيعمل حاجات كويسة مثلا، معلش سامحنا عليك يعني كويسة دي، لان انا يعني من منطقة ارياف شوية. ما انا زيك برضو يعني احنا ناس شعبيين يا حبيبتي. فيعني الناس يعني ما يبقاش في انتقاد للحاجة الحلوة، احنا عايزين الحاجة الحلوة، الحاجة اللي هي مش حلوة دي اللي الناس تنتقدها، انما الحاجة الحلوة الناس تشجعها بس مش اكتر. بص يا بنتي انا لا املك غير اقول نعم وحاضر، انا هنا قدام حضراتكم لا املك غير ان اقول نعم وحاضر. لو اتقال كلمة حلوة هقول على عيني وراسي، لو اتقال كلمة وحشة برضو على عيني وراسي، لان انا للاسف الشديد لا املك غير ذلك. بشكرك على اتصالك والحمد لله الناس بدياني اكتر ما استحق، وبشكرهم وبشكر لو حد نقدني برضو قال اي كلمه انا برضو بشكره، لان هو لو مش بيتفرج عليا ما كانش يتكلم عليا، فطالما اتكلم الراجل يبقى بيتفرج عليا، اتفرج عليا ونقدني على عيني وراسي. شكرا ليك يا ست العرايس. حميدو حبيب قلبي يا صباح الفل. يا صباح كل حاجه حلوه. صباح الفل يا حميدو. والله العظيم انا لما بشوفك كده برتاح. حميدو وابن حميدو، كل ما اقول حميدو افتكر على طول فيلم ابن حميدو. فتشني فتش. انت عظيم كل حاجه وجميل ورقيق ودخلت قلوبنا. صباح الهنا يا عمي. والحمد لله رب العالمين، ربنا يديم عليك نعمة يا رب، ربنا يزيدها محبة يا رب ويحفظها يا رب. ربنا خليك يا شيف، انت عظيم والله وربنا يكرمك. الله يسترها معاك دنيا واخرة حبيبي. وبنتعلم منك. لا يا حبيب قلبي احنا كلنا بنكمل بعضينا يا حبيبي. بنتعلم منك الصبر والله يا شيف. لا يا حبيبي لا لا حلوة. ده اكل عيشي ده والاكل الجميل الشعبي الحلو ده. لو انك انت مش جاوبتني على الكشري امبارح بس قلت يلا يمكن هو مشغول شويه، هقول لك عليه دلوقتي ما تزعلش نفسك. ده لسه جالي كشري بالجمبري. عملوه كشري جمبري ازاي؟ علشان ساعات لما بنعمل التقليه يا شيف بتطلع طريه قوي. انا كنت عايز اعرف من حضرتك انها تبقى طريه ليه يعني. هعملها لك النهارده محمره كريسبي على الهوا، وعندي كراميل اتصل ناس قالوا لي عليه وانا نسيت اعمله، هعمله برضه النهارده على الهوا. وهعمل لك البصل المقرمش اللي انا بموت فيه مع الكشري، هقول لك ازاي بيطلع معاك طري وهنعمله ازاي مع بعض ناشف. هو سهل جدا، انا بقطع البصلايه زي جناح العصفوره وبديها شويه ملح واسيبها 3 دقايق، بعدين اديها شويه دقيق وبعدين اقليها. مش مطلوب بتلف ولا فستان صوري، دي حاجه هايفه جدا، لكن هنعملها مع بعض على عين الاثنين يا جميل. كده عندي لوز، ده الحشو بتاعي، بصلايه لوز زبيب. ممكن لكن انا هنا عايز اقول لكم على حاجه، لان ممكن حد يكون بيتفرج ويقول الله امال فين دبس الرمان وفين مش عارف ايه وفين ايه. ها هو ممكن يتحط فيها دبس الرمان، ولكن النهارده انا طالما اديتها هنا في هريسه اللي هو الفلفل وعندي بابريكا يبقى مفيش داعي لدبس الرمان. لكن عايز تحط لها دبس رمان، اي حاجه عايز تحطيها في الحشو محدش ليه دعوه بيكي، عادي اللي انت عايزاه اعمليه، عادي جدا 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 اعملي اللي انت عايزاه، كل اللي يطرق لك اعمليه. ادي كده هنا السنيبر، بلاش السنيبر عشان السنيبر غالي يا جماعه، لكن انا ماليش دعوه، انا في القناه بقول لهم هاتوا ده بيجيبوه الناس وحدش متاخر عليا في شيء. لكن لو انتم مش عايزين تجيبوه وغالي اللوز كفايه علينا منه، اللوز كفايه. فانا بقول لحضراتكم ما تشغلوش نفسيكم، لو هو غالي شويه بلاش منه. لكن والله الريسبي بتاعه هو كده، ادي بابريكا اهو كده، ادي الهريسه بتاعتي اهو، يا عم ابراهيم سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمرني يا عم إبراهيم. والله العظيم كلنا بنحبك يا باشا. ربنا يسترها معاك يا عم إبراهيم، يخليك ليا. تأمرني يا حبيب قلبي. أنت عم الناس. ده أنت عمنا كلنا، ما تقولش كده. والله. الله يخليك ليا يا حبيبي. أمرني يا هيمة. بنبسط لما نشوفك كده على التلفزيون. يا حبيبي ده أنا تحت أمرك. والله لا أنا مش عايز أي حاجة، كفاية إن إحنا بنشوفك بس كده. الله يكبر بخاطرك يا ابني. ربنا يصلح حالك ويخليك ليا يا حبيبي. أشكرك يا جميل على اتصالك الحلو. عم إبراهيم بشكره على اتصاله الجميل. كده هنا هطلع بالطاجن بتاعي، هو سخن زيادة على اللزوم ولكن اهو عايزه يبرد سنة، ما بقاش سخن قوي. عندنا بقى مرحلة اللي جاية صعب شوية، مرحلة صعبة شوية، عايزة صبر وتألق. الحشو بتاعي خلاص واللحمة بتاعتي خلاص، ست سوسن سلام عليكم. اهلا اهلا. صباح الهنا على ست سوسن. اهلا استاذ دكتور الشيف. بقول لحضرتك الاستاذ الدكتور الشيف التربين. انا كده باخد حق الدكاترة حرام. الطهي وفن الجزارة. لا برضو في حاجة تانية نسيتيها، التخليل وال فن الترشي والقطعيه. اهم حلقه عندي الترشي. ايوه. ربنا يكبر بخاطرك يا حبيبتي. اتفضلي حضرتك. اتفضلي يا فندم. انت استاذ خصوصي لكل الست في البيت. والله انا واحد منكم، وانتوا اللي بتشجعوني اعمل كل حاجه، لو مش انتوا مش هعرف اعمل حاجه. انا صريح معاكم. ايه والبناتهم فبالطريقه دي بتبسط ازواجهم. والله يا ست الكل انا نفسي اعمل اي حاجه ترضي حضراتكم، لان انتوا مش مخليني محتاج حاجه. سؤال حضرتك يا ست الكل. الو. ايوه بقول لحضرتك. اتفضلي يا فندم. انا بدايلك والله. الله يسترها معاك يا ست. ربنا يكرمك دنيا واخره. ربنا يزيدك من نعيم الله ويخليك لنا يا ست الكل. ليك اي سؤال؟ ايوه بس سؤال بسيط. عينيا يا فندم. الكفته العجالي ما بتتظبطش معايا ابدا. عايزاها كفتة عجالي ازاي؟ انا عايز تعملها ايه؟ يعني مثلا انا بعملها ناي في ناي وبزودها. هل وبعدين تطلع ناشفة؟ الكفتة اللي احنا بنعملها في الصلصة؟ ايوه يعني انا عاوزاها هي ضروري اعملها بالصلصة مش كده؟ بص حضرتك انت بفوتك حاجة واحدة بس. يا اللي بقى بتعيش توست معاها اشهد بقصومات. وانت بتفرمي الكفتة العجالي بتاعتك؟ زي ما بعمل دايما في كل الحلقات، دايما بحط يا شويه شويه بقسماط، يا اما احط شويه لبابه عيش توست كده. عندي هنا سيليكون، دي سيليكون اهي زي ما حضرتك كده شايفين، زيت، ادي العجينه. يا عم احمد سلام عليكم. الو. ايه يا حماده؟ يا عم بحبك قوي. يا اهلا بيك يا حبيب قلبي. انا بحبك قوي واخويا عنده 6 شهور وبيقعد يتفرج عليك. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. انا بحبك قوي، بحب كل طبخاتك. وانا بموت فيك يا جميل. تأمرني يا حبيبي. سؤالك ايه يا حبيبي؟ عايز اعرف طريقه ديك رومي بس تكون حلوه. هي طريقه الديك رومي بتعمل مره واحده بس، ما بتعملش كتير، لكن هقول لك عليها على طول. على عيني يا حبيب قلبي. طيب كده هنا. طيب ممكن نستاذن حضراتكم ونطلع فاصل على مفرد العجينه دي. هستاذنكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. اول غرب محطه ولا تروحوا فيها. رجعنا حضراتكم بعد الفاصل. ادي الكبه اهي، اوسع لكم شويه. هو كده صح.
هنشوف هنعملها ازاي مع بعض. ادي الخليط بتاعي اهو اهو. كده بعمل ايه بعد كده حضراتكم؟ باجي السيليكون ده اهو بروح اعمل كده اهو كده بقفل اهو. تاني اهو اقفل من الجناب كده اقفل ست سعاد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ست سعاد. ازي حضرتك؟ الله يسلمك. ازي حضرتك؟ والله في نعم الحمد لله. الله يبارك فيك ربنا يخليك لينا يا رب. موريني سعادتك. الامر لله. انا مش هطول على حضرتك. تأمري خد راحتك. ربنا يبارك فيك. اتفضلي يا فندم. انا شفت الحلقه بتاعت حضرتك بتاعت حفظ الخضروات. ايوه يا فندم. القلقاس ماله؟ ماشي. ام دي الحاجه الوحيده اللي ما شفتهاش. هل بعمله نفس حمام البخار؟ لا 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 اطلاقا 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 اطلاقا, إطلاقاً. بص حضرتك القلقاس هنعمله ازاي؟ هقول لك ازاي نعمله. احنا بنجيب نقطعه بعد ما نقطعه بس بنكون عندي النظافه مهم جدا اكيد. ايوه ومفيش ميه زملقه دي عاوزه مفيش ميه ومفيش اي حاجه غير ان نكون نضيف. بقطعه وبعد ما اقطعه بروح على طول حطه في الكيس. بعد ما احطه في الكيس بروح مديله شويه ليمون ومقلب الكيس بتاعه شويه ليمون ومقلبه بالكيس بتاعه. وبعد كده بروح لفه وحطه في الفريزر. يبقى حضرتك ما بتعملش اي حاجه انك انت تحط له ليمون. وادي القالب ادي الكيكه الكبيبه اهي زي ما حضرتك كده شايفين. لازم يكون عليها سمنه كده كده. يلا نخش بقى الفرن. يبقى زي ما شفنا حضراتكم كده ادي الكبيبه المبرومه اهي. تقولي لي فيها زبده كتير او سمنه كتير؟ هي بتاخد طريقتها كده ولازم تتقلب في السمنه مره واثنين وثلاثه زي ما هي. لازم يكون السمنه بتاعتها كتيره كده. يا نوره مساء الخير. صباح الخير يا شيخ. صباح الهنا يا نوره. صباح الخير يا ملك. ومور يا قمر. بقول لحضرتك انا كنت فضلي. كل ما ادخل بعمل الاكلات اللي هي فيها فراخ اللي حضرتك بتعملها كل ما ادخلها الفرن عندي تطلع نيه. الفرن عندي عادي والبوتاجاز عادي بس كمان الفراخ تطلع معايا نيه مش عارفه ليه. ازاي تطلع نيه يا حضرتك؟ حمرا من بره كده بس مش مستويه من جوه. طب واحنا يعني نعلب يعني ينفع ان احنا طب ما انت عندك ورق الومنيوم نغطيها الاول لمده نص ساعه او ربع ساعه بعد ما تعرق كلها من جوه. شيل الورق بص حضرتك تمام يعني ما تسلقهاش الاول او اي حاجه زي كده. ده ورق الومنيوم. دي الفرخة دخلتها الفرن. ايه العيب اللي عندي؟ بتحمر من بره ومن جوه تبقى نية. دي بتحمر من بره ومن جوه اهو كده اهو وادخلها الفرن. بعد ربع ساعة تكون هي استوت من جوه اروح شايل دي. هتطلع معاك زي الفل. ما فيهاش مشاكل خالص. ابدا يعني اطلاقا. ما عندناش مشاكل في شغلنا. تعالوا بقى نشوف الفرخة دي يعني من فيها ايه؟ ست موائل سلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيف شربيني؟ ازيك يا حاجة؟ ازاي صحتك؟ عامل ايه؟ في نعمة والحمد لله. كل سنة وحضرتك طيب. بعودة الايام يا ستي. ويخليك لينا يا رب وكده ونشوفك قد الدنيا. وانت معانا يا ست. وانت منور التلفزيون ومنور الدنيا كلها. الله يسترها معاك يا ست. الله يخليك يا شيف شربيني. انا حبيت اسلم عليك بس. يا صباح الهنا والورد وكل حاجة حلوة. صباح القش على عيونك. بشكر حضرتك على. طب مالكيش اي سؤال عندنا؟ عايز اعرف بس طريقة صوص البيستو. صلصة البيتزا؟ لا البيستو. البيستو على أيوة. عيني. بص حضرتك عندي الريحان اهو، ده الريحان اللي هو بيقولوا عليه حبق او بازلك. عندي سنيبر، بلاش سنيبر، حط مكانه لوز، زيت زيتون، توم، جبنه برمزان. يبقى زيت زيتون وتوم وريحان وسنيبر وجبنه برمزان وزيت زيتون، كله بضرب في الخلاط بيبقى بيستو. بحطه عندي في بطرمان، اخد اللي انا عايزه يبقى عندي في التلاجة على طول المدة جامدة، بس هم عليه زيت بيغطيه، هيبقى معاك احلى بيستو في الدنيا. بشكر حضرتك. واحنا شغالين هنعمل الكراميل. جالنا سؤال يا جماعة على الكراميل، ازاي نعمل الكراميل اللي هو بنحطه. ست الكل بتقول لي ده بيقطع مننا. هنوريكم دلوقتي الكراميل ازاي بنعمله وازاي هنحطه مثلا في قالب زي كده للكريم كراميل. سهل جدا. ادي سكر اهو الكراميل يا جماعه. سنه ميه مش كتيره على الحروف. طب ليه بحط على الحروف؟ عشان لما اجي اسوي ما تحرقش من بره ومن جوه. لا اهو. طباخين بقى تعمل ايه؟ ادي الكراميل اهو. يا ست فاتن سلام عليكم. الو ست فاتن. ايوه سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. زي حضرتك. كنت عايز اسال حضرتك على الصبيط. الصبيط ماله يا فندم؟ العجينه بتاعته ما شفتهاش لما حضرتك عملتها. على عيني. حاجه تانية؟ الف شكر. بشكر حضرتك على كلامك واتصالك. الصبيط يا جماعه بجيب خميره، نشا، ميه، بيض. خميره، نشا، ميه، وبيض، وذره ملح. بقى اعجنهم مع بعض واسيبهم على جنب لغايه ما يخمروا. هبدا احط الصبيط في الدقيق الاول بعد ما اتبله التتبيله اللي انا عايزها. اتبله بالتتبيله اللي انا عايزها، وبعد كده احطه في الدقيق ومديه اللي هو العجينه، وزيت غزير عندي احطه يطلع زي ما انتم شفتوه مقرمش وكريسبي، لان النشا بيعمل له شخصيه وبيبقى كريسبي معايا، والخميره بتعمل له فوم. دي اسمها عجينه باتر فراي. ممكن اقلي بيها موز، اقلي بيها بنانا اللي هو تفاح، اناناس، يعني اعمل بيها حلو. سهل جدا. يا عبير سلام عليكم. سلام عليكم. ست عبير ازاي حضرتك؟ ازيك يا ملك؟ الله يخليك يا ست عبير. والله مش عارفه اقول لك ايه على انت بتعمله لنا ده. اوعي تقولي حاجه غير ان انا تحت امركم. ربنا يخليك يا ملك. اتفضلي سؤال حضرتك يا فندم. الله يكبر بخاطرك يا فندم. والله يا شيخ عايز اسالك سؤال. اتفضلي يا فندم. انا عملت المخلل زي ما حضرتك عملت كده، بس كل ما افتح عليه واخد منه الاقيه مريض. ما هو بص هنا كده الكلام ده حلو قوي. ده حضرتك عامله بقاله قد ايه؟ بقاله كتير. انت بتاخدي منه بايدك. خد بكتيريا خلاص. هيريح. حتى لو بمعلقه يا ملك والله. لا حضرتك بص، يعني انت خدي المقدار اللي انت عايزاه. ما هو ده احنا فتحناه انا واحمد اسعد وكلنا منه. حلو. طيب قول لي بقى كمان ليه اللحمه بتتحرق مني قبل ما تستوي؟ بتتعمل ايه يا فندم؟ بتتحرق قبل ما تستوي على الشوايه. بتتسلق؟ بتتحرق وهي لسه نيه. حاجه من الاثنين. لا الشوايه بتاعتك عاليه عليها. يا اللحمه ناشفه. ايوه فعلا. يا اللحمه ناشفه. يا الشوايه عاليه.
بنختار حتة اللحمة اللي احنا نستخدمها كده. حضراتكم ادي الكراميل من غير ما ايه يخرز اهو، ادي الكراميل بتاعي بقى لونه ذهبي اهو كده، ادي القالب ده الكراميل. بعد ما بعمل كده بجيب القالب كده اهو، بصوا اروح اعمل كده بلحس كل الحروف اللي عندي اهو، بقى جولدن زي ما انتوا شايفينه كده، مش هيخرز منك ولا هيبوظ. حط بقى الكريم، احنا عملنا الكراميل ناقص الكريم عشان يبقى كريم كراميل. طيب ست نوال سلام عليكم. ست نوال سلام عليكم. يا استاذ محمد. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته يا عم محمد. كنت بسأل بس عن طريقه اعمل بيها الشوفان. الشوفان ممكن نعمله بريكفاست الصبح في الفطار. ايوه. ممكن نعمله شوربه. ممكن نعمله في الزبادي مع دراي فروت. ممكن اعمله في الفاكهه. ليه كذا طريقه اعمله. ممكن اتبل بيه الفراخ اللي هقليها اللي بيقولوا عليها فراخ كريسبي. الشوفان ليه كذا طريقه، حضرتك ليك تختار زي ما انت عايز. عندي فرخه سليمه محشيه بالجبنه الروكوتا. مش بقدر على الشاشه وازاي هنعملها مع بعض. عندي فراخ فرخه جبنه روكوتا، جبنه بيتا، جبنه موزاريلا، بصل وتوم، جزر، عندي كرفس، حبهان، ورق لورو، زعتر، اعشاب، كعب مرق، زبده سايله، ملح وفلفل، خضار مشوي. نقول تاني لحضراتكم، عندي فرخه سليمه، عندي جبنه روكوتا، جبنه موتزاريلا، جبنه فيتا، بصل وتوم وجزر وكرفس، حبهان، زعتر، ورق لور، وزيت، اعشاب، مكعب مرق، سمنه او زبده، ملح وفلفل، وخضار مشوي. تعالوا نشوف هنعملها ازاي كل الكلام دوت مع بعض. الطريقه سهله جدا. ادي الجبنه الروكوتا، ادي الجبنه، ثلاث جبن اهم. نشوف هنعمل ايه مع بعضنا. كل حاجتنا سهله جدا وجميله. اخد شويه الزعتر اللي احنا اتفقنا عليهم مع بعض، يا ست هبة. ست هبة سلام عليكم. ست هبة سلام عليكم. ايوه ست هبة. ايوه سلام عليكم. السلام. امور يا فندم. انا بس كنت عليك تقولي البريد الباتر سلايسي. صوتك بس يعلى شويه حضرتك عشان اسمعك. نعم. صوت بس علي صوتك حضرتك. انا بس طريقه الباتر سلايسي ما سمعتهاش. الباتر فراي اللي لسه بتكلم عليها. ايوه معلش بس ما سمعتهاش. انا لسه قايلها هقول لك عليها تاني. حاضر. ايه تاني؟ وعاوزه بس الصوص اللي بيتحط على الافوكادو سلطه، الدريسنج اللي هو بيتحط على الافوكادو سلطه ده اسمه فانيجريت او فرنش دريسنج. في نوع حضرتك بيبقى بالصوص الابيض اللي هو الفرنش دريسنج، وفي نوع بيبقى ايطاليان دريسنج اللي هو الفينيجريت. تختار الهون الابيض اللي هو بالمايونيز ولا اللي هو بزيت الزيتون والليمون والخل والسكر؟ يا ريت تجاوبيني. الو. طيب بشكر حضرتك كده. هنا حبه جبنه موزاريلا. يا سماح. ايوه صباح الفل يا ست سماح. صباح النور لحضرتك. منور الشاشه. منوره التليفون يا ست سماح. على فكره احنا طالعين من حاجات كتير. يا ده شرف ليا يا ست الكل، ربنا يكبر بخاطرك. ربنا يخليك. حضرتك بص انا عايز اسالك على الزنجبيل. الزنجبيل ايوه يا فندم. ماله؟ احفظه ازاي؟ تغسليه ازاي؟ احفظه ازاي لمده طويله؟ في الفريزر. حطيه في كيس بلاستيك ضخم. زي ما هو ولا اعمله ابشره؟ زي ما هو سليم حطيه في الفريزر. طيب مش مثل حضرتك. لا تأمريني سعادتك. بشكر حضرتك على اتصالك. كده هنا حبه فلفل اسود اهم. ادي الفرخه بتاعتي اهي.
تعالوا بقى نشوف ادي شويه ملح. وبصوا لايديا، بصوا لصبعي، صباعي اهو. اوعي اوعي تقطعوا صدر الفرخ اهو. بحط انا شويه ملح كده اهو، كده اهو. ابص على الكفته او على البرجر شغاله زي الفل. اقلبها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. احاول اقلبها. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. زي ما حضراتكم شايفين الجمال ده اهو. طيب نرجع بقى نشوف هنا هنعمل ايه. ست شيماء سلام عليكم. ايوه سلام عليكم. ازيك يا ست شيماء؟ ازيك يا ابو علاء؟ ست شيماء صباح الفل. اهلا بيكي. الله يخليك. ممكن اقول لسيادتك كلمتين بس كده حضرتك كفيل بهم يعني؟ نيفا. النفل متمكن. الله يكبر بخاطرك. والله 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 متمكن. لا اله الا الله. الله يخليك. تأمريني سعادتك سؤال. انا بعزك جدا يا ابو علاء. الله يبارك في سعادتك يا فندم. مكتر من مصالحة صغيرة يعني. تحت امر سعادتك اتفضلي. الله يخليك. ممكن حضرتك والله عينيا الكيكه بتاعتي امبارح عينيا الزبده اللي فيها كوبايه ولا ثلاث اربع كوبايه؟ حاضر. طب أشوف. وحاجه ثانيه لو سمحت. على عيني. فول ابو اللي عملته بالبسطرمه انا سمعت عنه ان هو حلو جدا، ممكن حضرتك تقول لي عليه؟ الفول بالبسطرمه على عيني. الفول الفول بالبسطرمه طب وحضرتك معلش حاجه ثاني. نعم فندم. ممكن حضرتك الحلقه بتاعت امبارح كانت جميله جدا جدا جدا، ممكن تعيدها لنا يوم الجمعه؟ احنا دلوقتي بنسيب لكم تليفوناتنا وارقامنا عشان اللي يعجبه حاجه يطلبها مننا نعملها له. يا رب تكسب. اكيد 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 هنعملها لحضرتك على عينينا. ممكن نشوف الحلقه يوم الجمعه بتاعت امبارح؟ اكيد يا فندم. طب والنبي والكيكه بتاعت امبارح الزبده ثلاث اربع كوبايه ولا كوبايه؟ هقول لك على طول. حاضر. هشوفها مقاديرها عشان انا مش متذكر قوي، ولكن هقول لك على طول. حاضر. اشكرك على اتصالك يا ست الكل. شكرا يا فندم على اتصال حضرتك. كده ادي حشو الجبنه اهو اهو. النهارده شغلنا كله حلبنتيشي، كله على الزيرو زي ما الكتاب ما بيقول، واول مره نعملها عشان بس ما عارفين احنا بنتكلم مع بعض. طيب كان نص كوباية زبدة حضرتك، كان نص كوباية زبدة اللي كان على الكيكة. بشكر حضرتك على اتصالك. طيب كده هنا النهاردة يوم جميل ومعنا المخرج جميل حلو مصر وبرح الشام الحلواني بتاعنا الجميل. مش عارف هم سموه حلواني اللي عايز يشتغل مكاننا ولا ايه. ما سموش واحد مخرج هشام الطباخ مثلا، ولا سيد الطباخ، ولا ابراهيم الطباخ، كله حلواني. ماشي بحقد عليك. هيعمل له مخرج الرئيس بعد كده. شايفين رد عليا السؤال بسؤاله، ما بيسيبنيش اديني فرصه. كان كده كده يقول لي ما انت عاملك طباخ الريس، عاملك فيلم طباخ الريس، حد يتكلم؟ ماشي ماشي يا عم ماشي. كده يا جماعه بكتفها كده التكتيفه دي اهو. شوفوا بقى هنعمل ايه بعد ما كتفناها التكتيفه البيضه دي. عندي اللهم صل عليك يا حبيبي يا نبي، كله شغال زي الفل. طيب اطلعه فوق شويه اهو كده يا جماعه.
انا بقول ممكن ممكن اجيبه على الجنب ده كده. طيب انا عايز اشتغل فيه معاه بالرقه والحنيه اهو كده على جنب عشان استويه من كل الجناب واطلع بيه فوق. طيب ارجع بقى تاني للفرخه هانم. الو السلام عليكم. سلام عليكم يا ست ام عامر. اهلا ازيك يا ست ام عامر. ازيك يا ست ربنا يعمر بيتك. ازيك يا اعظم فيك في الدنيا. الله يسترها معاك يا ست ام عامر. انت حبيبنا وحبيب الكل والله. الله يسترها معاك يا ست ام عامر. امورين يا فندم. الله يخليك يا سيفنا. انا بس اقول لك ربنا يسترها معاك. الله يسترها معانا دنيا واخره انا وانت. حاجه الوحشه. الله يسترها معاك يا ست الكل. يزيدك الصحه يا رب. الله يزيدك من نعيم الله ويخليك لينا يا ست الكل. كل من كان يا رب. تحت امر سعادتك. انا بس بتصل بيك عشان بس انا بحبك وبحب احلاقك. الله يسترها معاك يا فندم. ربنا يخليك ويجبر بخاطرك يا رب. ليك اي طلب حضرتك؟ طب انا خدامك. خليك انا بس كان نفسي اسمع صوتك بس. الله يسترها معاك يا فندم. ربنا يقبل بخاطرك يا رب. اشكرك يا ست الكل على كلامك الحلو. شكرا ليك يا فندم. كده هنا ادي بصلايه. اهي يا ست هبه. سلام عليكم. عليك السلام. انا كلمت حضرتك فيني هو بس انا عايز حضرتك الصوص اللي هو فيه اللي هو المسترد رومانيز ده افوكادو سلطه عشان حضرتك قلت لي فيه اثنين. اه عايز الوم فيهم يا فندم. اللي هو المين اللي هو فيه مايونيز. حاضر يا فندم. ده بنقول عليه فرنش دريسنج. حاضر على عيني. عندي معلقه سكر، ثلاث معالق خل، معلقه ليمون، ثلاث معالق شوربه، ثلاث معالق مينيز، بخل وليمون ومينيز وسكر وشويه اعشاب، كل ده بضربه في الخلاط وبيبقى عندي فرنش دريسنج بيبقى ابيض، شكله ابيض جميل كده. ممكن بدل الشوربه احط شويه لبن، بدل الشوربه اديله شويه لبن واطعمه واديله الاكل الطعم الجميل كده. حضراتكم هنا ادي ورق لورو، ادي حبهان كده. هستاذنكم واخد فاصل وارجع لحضراتكم تاني. هحط هنا مكعب مرق كده وشويه ميه عشان ادخلها الفرن. ادي المكعب المرق اهو كده، وادي شويه الميه عشان بس ايه ابقى عملت اللي عليا اهو مش كتير. ادي الفرخه اهي، ادي الزيت كده، هستأذنكم بعد الجمال ده والحلاوه دي اخد فاصل وارجع لكم تاني. اوعى تغيروا المحطه ولا تروحوا في حته. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، وادي الخضار المشوي بتاعي اهو، حط على الشوايه. كده زيت زيتون، ملح وفلفل، اعشاب، زعتر اهو. ده الخضار المشوي ده لما اكل منه سنه هستمتع بيه ويبقى جميل وزي العسل وزي الفل اهو. طيب كده هنا خلصنا كل الكلام بتاعنا ده، حطينا فرختنا في النست بتاعها. بعد كده ادي شويه طماطم شيري للجرنش معايا مع المشويات اهو اهو.
بشتغل براحتي وبمزاجي. حلقة النهاردة جميلة، خلي بالكو، ياريت نستمتع بيها سوا. عايز اقول لكم ان انا طلعت ادي العرق بتاعي اهو، بقلبه على الوش التاني كده اهو عشان بس ياخد مني زبدة او سمنة، ولسه هقطع. هو كده استوى معايا اهو، هنسيله بقى على جنب برضو عشان الشرب من الزبدة بتاعتي، وكده نبدأ نكمل شغلنا. طيب هنا عندي نشيل كل الكلام ده، هنشوف المنيو اللي بعد كده. اللي بعده عندي بامية بالموزة الضاني، عندي موز ضاني صغيرة، وبامية وبصل وتوم وطماطم وطماطم صوص، وعندي مرق، عندي زبدة وكمون وكزبرة خضراء وكزبرة ناشفة وملح وفلفل، وعندي توم. التوم والكزبرة الناشفة هنعمل لها طشة عادي زي ما نعمل طشة للملوخية. وعندي هنا المية بتاعتي شغالة على النار اهي، بنزل بالموز بتاعت الضاني اهي كده، بسيبها براحتها، بسيبها براحتها. ادي الخضار بتاعي اهو، عايزين المنظر الجميل ده اهو. ست ام حسام سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ست ام حسام؟ الحمد لله. تأمريني سعادتك. الله يخليك. انا بس بسألك على الكنافة، كل ما اجي اعملها اعملها ناشفة. الكنافة بتعملها ناشفة؟ ازاي يعني؟ كل ما اجي اعملها من تحت تطلع ناشفة ومن فوق تطلع كويس. طيب بص حضرتك، انت بتدعكيها بشوية زبدة وشوية سكر بودرة؟ لا مش سكر بودرة، لا. ولا زبدة؟ لا بسمنة. سمنة او زبدة مش مشكلة. طيب هو احنا ممكن يكون العيب في الفرن عندنا، ولكن هقولك الطريقة الأمثل ليها ازاي. أنا بجيب نص كيلو كنافة، بعرضه للهواء أقطر في أكتر فترة عشان تنشف، بعدين بفركها بتتكسر، بحط عليها معلقتين سكر بودرة، معلقتين زبدة، وبقلبهم مع بعضهم كلهم كده، بقسمهم نصين، بدهن الصينية تحت زبدة، وبحط النص وبضغط عليه بإيدي، بحط الحشو في النص وبقفل بالنص التاني اللي عندي وبضغط عليه بايدي، وبعد كده بنزل عليها بشويه سمنه من فوق الوش او زبده، هتطلع معاك زي الفل. حطيها براحتها في الفرن، لو عايزه تقلبيها اقلبيها، مش عايزه تقلبيها هي كده كده هتطلع معاكي زي الفل. اشكر حضرتك على اتصالك. الكراميل يا جماعه احنا اتكلمنا عنه اهوت، جميل. انت يا رمول لما بتصحى معايا ادي الكراميل، ست الكل قالت لي انا بعمله ما بيطلعش معايا، هو كده مسك بقى ستون. ده الكراميل. الكريم بعمله بحطه عليه، انا لو ضربت دي كده جامد هتطلع الكراميل، يبقى عندي كريسبي كراميل كريسبي اهو. بصوا طلع اتكسر اهو اهو، بصوا بقى كريسبي اهو. يا كريم. ريم مساء الخير يا ريم. مساء النور. ازيك يا ريم؟ ريم وموري. مساء النور. مساء النور يا ريم. يا ريم مساء النور. انا عايزه طريقه. الو سامعك يا ريم. ريم اللحمه اللي انت عملتها، اللي حضرتك عملتها اول حاجه، اللحمه اللي عملتها اول على عيني. حاجة تانية يا ريم؟ تأمريني يا ريم؟ طيب هنقول عملنا العرق ازاي اللي هو عملناه أول حاجة قدام حضراتكم كده. عندي
كبه مبرومه، كبيبه مبرومه، برغل، سميد، هريسه، بابريكا، بصل، لوز، ملح وفلفل، وعندي زيت زيتون، عندي فلفل حلو، عندي قرفه، كمون، بابريكا، صنيبر. انا عجنت اللحمه مع السميد مع البرغل مع سنه كمون سنه قرفه بصلايه، ضربتهم في العجانه لما بقوا معايا زي كفته العيد. بعد كده طلعت معايا فردتها، والمخرج جابها من ورا مني اهي. بعد ما فردتها، بعد ما فردتها طبعا حشيتها بالحشو اللي قدامكم، اللي هو ايه، حطيت السمنه على النار او زيت الزيتون، بعدين حطيت فيه البصل اللي اتقطع مكعبات صغيره، والفلفل الحلو، اديت لها البابريكا والصنيبر والكمون والقرفه، قلبتهم مع بعضيهم وعملتهم حشو، لفتها ودخلتها الفرن، وهقطعها قدام حضراتكم دلوقتي اهي. بس بقت جميله. بصوا حضراتكم ده الجمال، ملاش حل. عايزه تشرب من، شوفوا الصوص نزل منها، صوص جميل. هقطعها لكم دلوقتي. ست ندى السلام عليكم. يا ست ندى. الو ست ندى، ازيك؟ ازيك يا شيخ؟ انا في نعمه والله يا ست ندى. لو سمحت انا عندي طلب بس. اموري. عايز اعرف طريقه الكبسه السعودي بس بالرز الاصفر. الرز الاصفر؟ اه. على عين؟ يعني هي رز اصفر ولا في رز اصفر معين؟ الو؟ طيب كده هنديها شويه كركم، مش مشكله. قطع قطع ما يهمكش. ادي. طيب هنقطع دي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. خليكم معايا. يا رباب صباح الخير. الو رباب. الو الو، ازيك يا استاذ شرديني؟ صباح الخير يا رباب. صباح النور. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ في نعمه والله يا رباب. انا بتصل بيك عشان انا معجبه بيك جدا، وحتى كلها جميله. لا اله الا الله، تمر يا بابا. يا رب يخليك. اتفضلي. إيه؟ في نعمه والله يا رباب، تمريني. الحمد لله. انا بتصل بيك عشان اقول لك بجد حتى كلها جميله، وانت يعني مش عارفه اوصف لك انت عامل ازاي. انت زي العسل يا رباب، ربنا يكبر بخاطرك يا بنتي. يا رب يخليك. وبنتي مالك، معجبه بيك جدا. الله يقول يا ماما، هو الشيف شربيني ما بيجيش كل شويه ليه على التلفزيون؟ ده انا عرفت الناس كلها يا شيخ. يا رب يخليك. ده انا 24 ساعه على التلفزيون. ايه ده؟ انا كل ده انا عرفت الناس كلها اتضايقت مني من كتر وجودي على التلفزيون. شكرا لست رباب الجميله. كده هنا يا جماعه، بصوا بقى عايزين نتحركن مع بعض. ادي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. يا جمالك يا نبي. عايز اشتغل بمزاج. حبيبي يا سيدي محمد، يا مراد مساء الخير. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا عم مراد. ايه الجمال اللي حضرتك عامله ده؟ ده جمالك يا جميل.
ربنا يخليك يا رب. تأمرني يا عم مراد. ما يأمرش عليك ظالم يا رب. اتفضل يا حبيب قلبي. بقول لحضرتك لو سمحت. اتفضل يا فندم. آه كنا عايزين طريقة الكوبيبة الشامي مش ال. طب ما هديك كوبيبة شامي اللي نعملها. آه لا اللي هي جواها لحمة مفرومة وبتبقى كل واحدة لوحدها. حاضر هي نفس العجينة دي حضرتك. طيب تمام. بقى أورها أفردها وبحشيها بالسنيبر بالزبيب بالبصل مع دبس الرمان باللحمة المعصجة زي ما انت عايز وبقليها في زيت. لكن هي نفسها نقول لك العجينة عملناها ازاي. عندي لحم مفرومة وبرغل. يعني بجيب ربع كيلو برغل وربع كيلو لحم مفرومة. لما بل البرغل ببقى نص كيلو برغل. بحط معاه نص بصلية ناعمة مفرومة. قرفة ناعمة. سنة توم صغيرة. ملح وفلفل. بضربهم في العجنة. في المكنة الرحاية. بعد ما احطهم في الرحاية. بعمل ايه؟ بطلعهم واصبحها بأور وبحشي وبقفلها بايديا واحنا عملناها كتير قبل كده. وبعد كده حضرتك بعد ما بنقفلها بعد ما بنقفلها بنقليها في الزيت. ممكن نعملها لبنية نحطها في اللبن اللي انا بعمله اللبن الرايب بتاعها. ممكن احطها في الزيت يبقى بقليها. ليه كذا طريقة اعملها مشوية مقلية ملفوفة زي ما احنا عملناها كده. كل اللي انت عايزه احنا تؤمر بيه هيتنفس. ادي الطبق بتاعي اهوت مش هعمل فيه حاجة تاني اهو. طيب البامية عندي زي ما انتوا شايفين كده الموزة شغالة اهي. حطينا فيها بوكيه جرنيه بصل وجزر وكرفس وطماطماية عشان نعمل. ادي شوية اعشاب اهم زعتر. يا ست هيام ازيك يا سيدي. ست هيام سلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ والله في نعمة يا ست هيام. من فضلك انا كنت عايزة الرز بكبدة الفراخ. رز بكبدة الفراخ على عيني يا ست الكل. تسلم عليك. تسلمي لي يا ست الكل. هنا شوية كمان روزماري. هنجاوب على الكبسة اللي بالرز الاصفر. عندي فراخ متقطعة بعضمها 8 قطع. بصلتين كبار. زبدة أو زيت. قرفة ناعمة. قرفة خشب. 4 معالق كركم. لأن عايزها صفرة. زعفران هيبقى صعب شوية الزعفران. بعد كده عندي 4 وحدات ليمون ناشف. لوز محمر. ملح وفلفل مكعب مرق. هعمل ايه؟ هقطع البصل مكعبات كبيرة بحطها في الزيت او في الزبدة. بعد كده بنزل عليه بالفراخ لما يصفر. بديله حبهان قرنفل قرفة خشب قرفة ناعمة وبقلب مع الليمون الناشف. 4 وحدات ليمون ناشف. بعد كده بنزل عليه بمية بديله مكعبين مرق لان انا مش هديله طماطم. وبخليه يغلي مع بعض. وبتستوي الفراخ 3/4 ساعة وبروح سقط الرز البسمتي عليها. سيبي هتشتغل لغاية ما تستوي. زود المية بتاعتك عشان الرز بياخد مية كتير. هتطلع معاكي زي الفل. الفرخة بتاعتي شغالة اهي زي الفل. عيش براحتك زي ما انت عايزة. محدش جاي يمتك. هو ده ايه؟ ده الجمال اللي انت جايبه. اهو. اهو. يا حلاوتك يا جمالك. خليت للمخرجين ايه يا عم علي؟ السلام عليكم يا حاج. ازيك يا علي؟ الحمد لله. الله ينور عليك يا حاج. الله ينور عليك يا عم علي. الله ينور عليك ويفتح نفسك في كل حاجه. والله تأمرني يا حبيب قلبي. عزيز كشك الماظ بتعمل ازاي؟ نعم. كشك الماظ. كشك الماظ. اه من عيني يا جميل. بشكرك يا عم علي. كشك ألمز يا جماعه. بيقولوا ألمز ليه؟ لان كانوا بيسلقوا حبه رز ويحطوه معاه. يجيبوا الشوربه تغلي على النار بعد ما سلقنا فيها الفرخه يسقطوا ربع كوبايه رز. تفضل تغلي مع الشوربه لغايه ما تعمل عرق ويبقى عندك حبيبات رز باينه فيها. بعد كده اديها شويه زبادي وشويه دقيق اضربيهم مع بعض واربطي بيهم
مع الشوربه بسرعه. بعد كده ممكن نقطع مكعبات فراخ صغيره وحطها معاه، هيطلع معاك كشك ألمز. لكن دلوقتي السؤال اللي جالي، البصل بتاع الكشري بيطلع مقرمش ازاي؟ احنا اتفقنا مع بعض لما يجي لي سؤال وسهل عليا اعمله مع بعض واحنا على الهوا، زي الكريم كراميل كده، سهل قوي بالنسبه لي، مش مطلوب بتلف ولا فستان صوري، حاجه سهله جدا اي طباخ خايب زيي هعمله. كده ادي بصلاي، ركز معايا كده. هما بيقولوا ليه البصلاية جناح عصفورة؟ هوريك جناح عصفورة يعني ايه. بص يا جميل كده يا عمي، اهو ده جناح عصفورة اهو. ايوه هو ده، ده بيسموها ايه؟ جناح عصفورة. عشان كده بيسموها البصلايه جناح عصفوره. طيب نكمل اهو. كده كل الجوانح اللي عندي خلصت، هو هيفك لوحده. بديله سنة ملح كده اهو، سنة ملح الاول. ست نجلاء. الو السلام عليكم. ازيك يا ست نجلاء؟ ازيك يا سيف. الله يبارك فيك يا ست نجلاء، صراحة كل تعمله خفيف 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 من الاخر. الله يبارك في سعادتك يا فندم. فضلي سؤال حضرتك ايه يا فندم؟ لا انا بس بخطط كده وبارك لك على البرنامج. الله يبارك في سعادتك يا فندم. مالكيش اي سؤال حضرتك؟ الحاجة عايز تكلم حضرتك. اتفضلي يا فندم، اديها لي ست الحاجة. سلام عليكم. الو. عليكم الست الحاجة. ازيك يا ابني؟ ازيك يا ست الحاجة؟ هيبارك لك يا رب في مالك واولادك. كل سنة وانت طيبة يا ست الكل. طيب يا رب يخليك لينا الحاجات الحلوة دي، الحاجات اللي رائعة دي والله. ربنا يزيدك من نعيم الله ويخليك لينا ويديكي طولة العمر. طيب انت كده يا اخي، احنا كل يوم مستدعينك والله. يا اهلا بسعادتك. والله نورت الشاشة ونورت القناة. انت منوراني بتليفونك الجميل ده ومكبراني. الله يخليك لينا يا رب يا شيخ. صدقيني يا ست الحاجة والله. خد مصطفى عظيم مس عليه. ادهولي يا ست ام مصطفى. ابني اهو. اتفضلي حاضر. ازيك يا عم الشربين؟ مصطفى ازيك؟ ازيك. عامل ايه يا درش؟ ايوه. بتتفرج على البرنامج بتاعي؟ يا درش. بتحب البرنامج بتاعي؟ ايوه. ايه اللي بيعجبك فيه يا حبيبي؟ اعمل لي لحمه. طب انت عايز حاجه اعملها لك تاكلها؟ اعمل لك اللحمه؟ حاضر على عيني يا حبيب قلبي، شكرا يا درش. شكرا لست الحاجه. يا ست سماح. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا سيف شربين؟ ازيك يا ست سماح؟ كل سنة وحياتك طيب. بعودة الأيام يا ست سماح. الله يخليك، هنشكر حياتك على كل حاجة، ربنا يبارك لك يا رب. تحت أمر حضرتك، تتفضلي تأمريني. ربنا يخليك، شكرا جزيلا. طيب ليك أي سؤال يا فندم؟ الله يخليك يا شيف، عايزة الحلقة بتاعت امبارح بس اللحمة اللي حياتك عملتها. إيه هي لحمة إيه لو أنا مش فاكر والله يا بنتي؟ حياتك عملت لحمة امبارح كده زي الكباب الحلة مع صالونة. أيوه دي، يا ريت والنبي الله يخليك يا سيدي. حاضر هشوف لك مقاديرها على الهوا دلوقتي وأقول لك عليها على عيني يا ست الكل، شكرا. هنا حطيت شوية دقيق شوية ملح مع البصل ومولع النار تسخن، هسوي. آخد فاصل بقى وأرجع أشتغل في البامية عشان أنتوا عطلتوني. والمخرج هيزعق لي دلوقتي وهيعمل لي مشكلة، آخد فاصل وأرجع أشتغل في البامية بس أوعوا تغيروا المحطة ولا تروحوا في أي حتة. نرجع مع بعض نعمل البامية. الموز عندي ما تحكش عليكم، انا بتلكع من شوية كده، بقالي ساعة ونص ساعة بتلكع عشان الموز عندي تستوي اهي، فعشان كده بتلكع شوية على عمايل البامية. لكن انا بقى ابدأ اعمل فيها، عندي بصل وثوم
مع مكعب مرق مع زيت زيتون اهو، بصل وكم، بصل وتوم، مكعب مرق وزيت زيتون او زبده حسب الرغبه. ادي الباميه بتاعتي اهي، الصالونه اللي انا عملتها امبارح قدام حضراتكم على الهوا اهوت، يا ريت يا ريت نصورها احسن وافضل زي ما انتم كده شايفين حضراتكم. ادي الباميه بتاعتي مع بصل، زيت زيتون، ادي كزبره خضراء اهم حاجه عندي، ليه؟ هتديني طعم جميل جدا. عندي نوعين كزبره النهارده، خضراء وناشفه، خضراء وناشفه اهو. يا ريت نصور اللي على 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 الشاشه. ادي الكزبره بتاعتي اهو، دايما بطافز انا جنب قرن فلفل حراق مع الشغل بتاعي، معرفش ليه كده، عشان بحبه يمكن. ادي الفلفل الحراق اهو كده اهو. ادي صوص الطماطم الفريش، ادي شويه كمون اهو، يا ست هدى مساء الخير. ازيك يا ست شربين؟ ازي حضرتك يا ست هدى؟ ايه شربين، كل سنه وحضرتك طيبه، انت بالصحه والسلامه، تأمريني سعادتك. بس يا ست شربين انا عندي اللي هو العرق الفليتو ده، عايز اعمله، اعمله ازاي؟ يوم الاربع هعمل لكم حلقه خاصه عن عرق الفليتو، عشان انا كنت محجوزه في المستشفى والله. الف سلامه على حضرتك، بتاعت حضرتك، الف سلامه على حضرتك. يوم الاربع هعمل لكم حلقه خاصه على عرق الفليتو، ليه؟ لان عايز اعمله بكذا طريقه، بكذا، ليه الناس بتذبح في الاعياد كل سنه وانتم طيبين، ودايما بيبقى عندهم عرق الفليتو بيهدروا فيه، بالرغم ان هو من ضمن حته اللحمه الغاليه بيبقى ليها طعم جميل وليها مذاق خاص، فلازم استغلها صح. فده اللي هنشوفه مع بعض ان شاء الله يوم الاربع، هعمل لكم حلقه خاصه عن عرق الفليتو عشان يبقى مع بعض كلنا شغالين كده. هنا حضراتكم ادي الباميه عايزه تستوي براحتها، وعندي الشوربه بزود فيها. اطلع بقى المواز بتاعتي اهي، المواز بعرفها استوت ازاي يا جماعه، لما بلاقي العظميه كشفت على جنب كده اهي، الثانيه اهي كشفت على جنب، يبقى كده ايه استوت اهي. وعندي الشوربه ساقسة بيها طول ما انا شغال، ما عنديش مانع خالص، لكن هو افضل لي اعمل ايه، اجيب حله زي كده غويطه وانزل بالكلام ده كله كده اهو، عشان كله يشرب من كله، وكل ما تحتاج اديها، لكن لسه هعمل لها شغل تاني. ايه هو الشغل التاني؟ تعالوا نشوف هنعمل ايه. ادي طماطمتين سلام حمر، هعمل كده اهو، واغزها كده بسكينه. الكونكاسيل احنا بنتكلم عليها دايما في اكلنا اهي، بحطها مع الشوربه. تعالوا بقى نشوف هنعمل البصل المحمر بتاع الكشري اللي الاستاذ طلبه مني وطلبه غالي، محدش يطلب مني حاجه وما اقدرش ما اعملهاش، لازم اعملها لحضراتكم كده. عندي هنا القلايه بتاعتي شغاله اهي، ادي البصل، قطعت البصلايه اديت لها شويه ملح عشان تجيب ميتها، بعد ما اديت لها الملح اديت لها معلقه دقيق اهو، بدل ما تطلع البصله طريه معانا لا نحمرها ونطلعها زي الكتاب ما بيقول،
زي الكتاب ما بيقول اهو. نبص على الفرخه بتاعتنا اهي. صلاتك يا حبيبي يا نبي، كل حاجه بنعملها باتقان وبضمير عشان ربنا يبارك لنا في صحتنا. اطلع بالحاجات دي كلها كده على جنب، وعندي ورق مناديل وطبق. اهو يا روان مساء الخير. ازيك يا استاذ شيرين عامل ايه؟ ازيك يا روان؟ ازيك يا استاذ شيرين عامل ايه؟ والله خليك يا كروان. يا روان يا اللي صوتك زي الكروان وقت التلفزيون قوام. وانا بموت في صوتك اللي ايه يا بنتي، وموريني يا حبيبة قلبي. احنا عايزين طريقة البيتزا بالجمبري. على عيني يا روح قلبي، هجيب لك البيتزا على الهواء تكتبيها، وبعدين نجيب الجمبري ناخده شوتيه مع فص توم وملح وفلفل وليمون ونحطه على البيتزا. قدامك البيتزا بالصوص بتاعها، بصوص الطماطم وكل حاجه اجيبها لك على الشاشه اهي. طيب نبص كده هنا شغاله. طيب هنشوف الطماطميتين دول بقى اللي احنا حطيناهم في الميه اللي بتغلي هنعمل فيهم ايه. اللي حطيناها في الشوربه اهو، ادي واحده ادي الثانيه كده، والبصل شغال. البيتزا على الشاشه قدام حضرتك اهي، تزودي بس شويه جمبري سوتيه، شويه جمبري سوتيه، هتعجني العجينه تفرديها، تحط عليها طماطم الكونكاسيه اللي انا بعملها دي. بعد كده بعد ما نحط عليها الطماطم نحط عليها الجمبري اللي احنا هنسلقه او نحمره في حبه زبده وزيت او زيت، مع فص توم مع كمون مع ليمون ملح وفلفل. هيبقى معاكي المستوي، بحطه على البيتزا، بديه شويه جبنه موتزاريلا، هيطلع معاكي زي الفل. بشكرك على اتصالك يا جميل. تعالوا بقى نشوف يا فرختي يا فرختي، يعني يا فرحتي، ما تفهمريش غلط. اهو البصل بتحمر يا جماعه اهوت، وكريسبي ولونه ذهبي. بلاش ما تصوتش، خلاص انتهى الموضوع. يا استاذ وليد. ايوه. ازيك يا وليد؟ كويس. وامرني يا امر. كويس الحمد لله. تحت امرك يا حبيبي، طلباتك ايه؟ عايز طريقه ال الاسفنجيه. هجيبها لك على الشاشه على عيني. حاضر. واحنا بنعمل لكم كل اسبوع اتنين كيكايه مع شيف كيكس. طيب هنوريك التورته دلوقتي على ايه؟ على الشاشه. ادي خضار السوتيه، الخضار المشوي، اجمل خضار مشوي في الدنيا ده، ناكل منه زي ما احنا عايزين وما نفصلش. ما تخافوش، هو هيلسي وصحي جميل جدا اهو. الكيكه الاسفنجيه قدامك يا عريس. اهو يلا بقى نطلع الفرخة. يلا يا ست الفرخة.
اهي اوعى. يا استاذ احمد سلام عليكم. الو يا حماده ازيك؟ الحمد لله. ازي حضرتك يا شيف؟ انا زي الفل. انت عامل ايه يا حماده؟ الحمد لله بحبك جدا. تؤمرني يا حبيب قلبي. مش عارف من حضرتك حاجه، كنت عايز اسلم على حضرتك. يا حبيبي ربنا يكرمك يا ابني، ربنا يكرمك يا حبيب قلبي. شكرا ليك ولاتصالك الحلو يا حبيبي، شكرا. ادي البصل المتحمر اهو يا جماعه بتاع ايه الكشري كريسبي اهو، سامعين؟ سبحان الله محمص وجميل. الله، يعني انا باكل وجنب المايك مش سامعني، هم سامعين، المخرج عايز ياكل. طيب نخش بقى على الطبق اللي بعده عشان احنا ايه كده ممكن نتأخر. هنشوف مع بعض. عندنا ادي عدس، يا ست مواعد سلام عليكم. الو. ايوه ست مواعد ازاي حضرتك؟ ايوه عليكم السلام، ازيكم شيف؟ في نعمه والله يا ست مواعد، ان شاء الله تكوني بخير. الله يخليك يا رب. انا ماليش طلبات، انا بس كنت حابه اسلم على حضرتك. يا اهلا بسعادتك، ده شرف ليا وكل واحد فينا في الاستوديو. مالكيش اي طلبات يا فندم؟ ميرسي يا فندم، ربنا يخليك. ربنا يكبر بخاطرك يا ست مواعد، ميرسي جدا يا اختي، ربنا يبارك في سعادتك، شكرا. جمبري على الطريقه الاسبانيه. دلوقتي احنا كده الاول هنفرم الطماطمايه اللي احنا قطعناها دي. شكرا لست ام وعد اللي كلمتنا من الكويت. هذه الطماطمايه بتاعتي اللي هي كونكاسيه اهي. كده البامية بتاعتي اهيت. ادي الطماطم اللي انا قطعتها معاها فريش اهي. شوية شوربة تاني. شوية شوربة هم. كده حضراتكم عملنا اللي علينا اهو. لسه الطشة بتاعتها هنديها لها بس نشوف. طيب الاكل اللي بعديها عندنا جمبري على الطريقة الاسبانية، جمبري بالعدس على الطريقة الاسبانية. عندي جمبري مقشر وعدس وسوسيز او هوت دوج، عندي زيت زيتون وطماطم وبصل ومرق، عندي بقدونس وفلفل حار، فلفل الوان، ملح وفلفل، فلفل وملح، فلفل الوان، فلفل حار، بقدونس، مرق، طماطم وبصل، زيت زيتون، سوسيس وعدس وجمبري متقشر. كل الكلام ده جميل وحلو وزي الفل، وتعالوا نطبق مع بعض بسرعة بسرعة. ليه؟ عشان احنا كده كده ايه العدس بتاعنا بدأ يطلع اهو، وادي البصل اللي احنا اتكلمنا عليه. دايما الحاجات اللي بتطلب مني يا جماعة بعملها على جنب كده. يلا نشتغل مع بعض. احط الطشة بتاعتي بالمرة عشان اخلص منها. ادي الطشة بتاعتي اهي. زبدة. نجيب طاسة كبيرة للسوتيه اهي هنا. عندي العدس شغال، كل حاجة بعملها ألمينيت. ألمينيت يعني إيه؟ فرانزا جيست،
بهندي ده جيست قدام الناس، قدام الزبون، قدام الناس اللي بتشغلني. طيب كده هنا ادي زيت زيتون، زبدة على النار عندي، ادي البصل وتوم اهو، بصل وتوم مفروم ناعم. بعد كده عندي توم. ست ام حماده سلام عليكم. سلام عليكم. ازيك يا ام حماده؟ ربنا يخليك يا شيخ شربيني. صباح الكرمك يا رب. صباح الهنا يا ستي. ربنا يخليك على اسلوبك الحلو الجميل. تؤمريني يا فندم. ربنا يكرمك يا رب ويخليك لينا يا رب. تؤمري سعادتك تحت امرك. ربنا يكرمك يا حد. اتفضلي يا فندم سؤال حضرتك. يا شيخ شربيني يا ربنا يخليك، انا عايزه الطحال. من عيني يا ست الكل. تقولي اعمله ازاي ربنا؟ على عيني على عيني على عيني. انا عملته لكم قبل كده بعد في العيد، بس هقول لكم دلوقتي نعمله ازاي. بشكرك على اتصالك يا ست حنان. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا ست حضرتك؟ زي ست حنان. ازيك؟ الله يخليك. اموريني اموريني. الامر لله. معلش هسال سؤال صغير. اربع اسئله تحت امرك. ربنا يخليك. اتفضلي يا فندم. المحسن الكيك ماله بنستعمله ازاي؟ احنا عندنا دلوقتي حضرتك جبنا حاجه اختراع جديد. هو الشيف شيف كيك. لا عشان حضرتك كاتب التورته او الكيكه الاسفنجيه. ما هو الكيك ما هو لو حضرتك طالما كيك حضرتك طالما كيك شيف موجود الغي بقى المحسن. يعني لكن استعماله ازاي يعني؟ هو بيجي حضرتك مع العجينه هتحطيه مع الخليط اللي انت بتعمليه عادي. عامل كده زي الفوزلين. زي الفوزلين. ايوه زي الفوزلين. حطيه مع وانت شغاله كده على طول حطيه. مفيش يعني عادي جدا مع البيض وال حضرتك عادي جدا. بشكر حضرتك على اتصالك يا فندم. كده هنا زي ما انتم شايفين كده احنا شغالين اهو. ادي مكعب مرق عشان هيطر معايا، وادي الطشه بتاعتي شغاله اهي، والعدس شغال. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده بتاع المخرج كده؟ ادي الجمبري بتاعي اهو، شغل على الطريقه الاسبانيه اسبانيوني اهو كده. مش هقلب في الجمبري عشان ما اجيبش ميته، خليه كده هو زي ما هو كده زي ما هو كده. ادي الفلفل الالوان بتاعي اهو كده. واخد فلفل حار، فلفل الوان، اهو حطيت بصل وتوم الاول مع زيت زيتون. الاسبان يغرقوا في زيت الزيتون، بيموتوا في زيت الزيتون. هنا عندهم زيت الزيتون ده، وانت ماشي في الشارع هتلاقي الشجر ما شاء الله طول الطريق ما انت ماشي تلاقي الزيتون واقع في الارض كده. وايه زيتون كلماته الجميل الحلو. والخروب بتاعنا اللي احنا بنشوفه الاسود ده، الشجر بقعه كده في الارض وانت ماشي وتلاقيه واقع اخضر شكله جميل جميل جميل. يعني الحياه في اسبانيا والطبيعه جميله جدا خلابه. كده هنا اهو ادي فلفل الالوان حاضر، ادي فلفل حار اهو. يا عم عسكر سلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. وحشنا صوتك يا جميل. ازيك يا حبيبي؟ صباح الهنا على عم عسكر. سكته يا حلاوته يا زيتوناته اللي زي الفل. لا ده احنا عندنا طاجن بامه اللي انت بتدور عليه من زمان اهو. والله وعارف نفسي ايه بقى معاه. شوف بقى الطشه بتاعته دي اهي. عارف نفسنا فيه معاه؟ اهو فرام الرز المعمر ده هو بيبقى ادي حب دايما الطاسه دي نرحمها كده اهي. لو انا ما عملتش الطاسه كده يبقى مفيش اكل. طلبوا عليا اللول وطاسه حاسه. صباح الفل يا عمي. يا صباحك الورد وصباحك الفل يا جميل. كل سنه وانت طيب يا حبيبي عم عسكر حبيب قلبي. واشمعنى احنا كلهم بعتين لك السلام والله. صباح الفل والجمال على كل الناس الحلوه. الفل وبركات وكله. صباح الهنا صباح اللي عليهم يا عمي. بشكرك على عم بشكر عم عسكر على اتصاله الجميل وحبايبه الحلوين. كده عندي ادي السوسيز اهو
زي ما حضرتك كده شايفين لسه 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 عندنا حاجات جميلة، لسه عندنا حاجات جميلة، كل حاجة حلوة عندنا ان شاء الله هتلاقوها مع حضراتكم. كده اخد فاصل وارجع لكم تاني. اول غير محطة ولا تروح باي حد. كده رجعنا حضراتكم بعد الفاصل، وتعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه في العدس. لازم يطعم وياخد طعم الصوص بعد ما تسلق العدس اهو كده اهو، لازم ياخد طعم الصوص مني زي ما حضراتكم كده شايفين. نرجع بقى تاني للموزة بتاعتي والبامية، اديناها الطشة اللي هي بتاعت الملوخية اهي، دي الموزة بتاعتي اهي. مش عايز اقول لكم يا جماعة ريحتها، يا لهوي الشيش كيك قدام حضراتكم، الشيش كيك قدام حضراتكم، يا ريت نصوره كده. ادي البامية بتاعتي اهي، شفت قرن الفلفل طلع متبهدل ازاي؟ هي دي بقى البامية اهي. انا دايما احب اكلها بايته من التلاجة، لكن هي طالعه كده اهي بايته لوحديها اهي. كنت ستريت مركزه مركزه اهي كده. سلام بقى، حبه رز بشعريه جنب مني. اوه واللي حبنا ما يضربش نار في فرحنا اهي. يلا يا ست كده شويه بقدونس. الاسئله اللي عندي لو سمحتي، الديك الرومي ايه هو؟ فزوره. طيب كده هنتكلم على الديك الرومي يا جماعه. هو ملوش طبخ خالص عندي غير ان انا اعمله صح زي ما الكتاب ما بيقول. ازاي؟ بتبله ملح وفلفل بهارات، بحشي من جوه بشويه قشر ليمون قشر برتقان شويه كرفس شويه بصل شويه جزر شويه كرات طماطميه بدعكم مع بعض مع ملح وفلفل. بعد كده بحشيهم بالديك الرومي، وبعدين بدينه بميه طماطم ملح فلفل، وبحمره هو ني. بعد ما حمره بروح نازل عليه بالبوكيجرني اللي هو بصل وجزر وكرفس ورق لورو وحبهان طماطم. بعد كده بعد ما انا نزلت عليه بكل الايتم بتاعي اللي هو البوكيجرني بتاعه، بروح نازل بالبوكيجرني اخليه ياخد معاه ويبقوا مع بعضيهم ياخدوا طعمه. بعد كده اروح مزود عليه شويه ميه نصه كده، واسيبه على النار لغايه الميه ما تقصر مني شويه، ممكن ازودها شويه بشويه. بعد كده ممكن اشيله ثلاث ارباع سوا وادخله في الفرن. هيستوي؟ هتعرف ازاي ان هو استوى؟ لما الايه؟ العظم بتاعه يكشف ويبان العظم بتاع الكتاف بتاعته. غيره الفول بالبسترمة يا جماعة، عندي بصل توم كمون زيت زيتون، بصل وتوم وكمون وزيت زيتون وطماطم شوية كسبرة خضرة ملح وفلفل وبسترمة وبيض. باخد البسترمة بتاعتي سوتيه في حبة بصل وتوم مع زيت الزيتون. بعد كده بنزل عليه بالطماطم، ممكن اديله شويه خضره لو عايز، وبخليه اهم حاجه عندي الكمون هيطلع معايا. بعد كده ممكن احطه في طاجن واكسر البيض
احطه على الوش وادخله الفرن يطلع طاجن معايا. عايز اتكسر البيض معاه كده مع بعضه زي ما انتم عايزين، انا ما عنديش مشاكل. الرز بالخلطه يا جماعه، في عندي رز احمر وفي رز عادي، لكن خليها في الرز العادي بالخلطه. بجيب شويه رز بسخنه مع النار مع زبده، بديهم معلقه قرفه معلقه طماطم بوريه واقلب وانزل عليهم بالشوربه بتاعه الديك الرومي. معلقه طماطم بوريه كبيره، معلقه زبده، ملح مع الرز مع الماده الدهنيه، قلبته وديته شوربه بقى رز. الخلطه بتاعت كبده فراخ، قوانص فراخ، لوز متحمر بعد ما يتقشر بسلقه وبقشره وبحمره. بعد كده بقطع القوانص بتاعتي، بسلق القوانص قبل الكبده وانا بسلقهم بحط معاهم شويه خل عشان تبقى بيضه معايا ما تسودش. يبقى سلقت القوانص وقطعتها والكبده قطعتها، خدت بصلايه سوتيه مع فص ثوم بنزلهم سوتيه، بنزل معاهم بالزبيب باللوز ملح وفلفل، برش فوق الرز وهو طالع، يبقى عندي رز بالخلطه غيره. ايه المكرونه بالطماطم باللحمه المفرومه؟ طاجن المكرونه احنا جاوبنا عليه امبارح ونقول عليه تاني النهارده. بسلق المكرونه سباكيتي عادي، ويكون عندي الصلصه بتاعتي زي صلصه الكشري، بقلب الاثنين في بعض وبروح مدخلهم في الفرن عادي جدا، ببقى طاجن عندي مكرونه بالايه؟ بالصلصه اللي هي صلصه الكشري. غيره الطحال يا جماعه، بجيب حل على النار بحط فيها كمون، بصل، جزر، كرفس، ورق لورو، حبهان، اخليها تغلي كويس اول ميه، بعدين بنزل عليها بالطحال بيتسلق، اديله ملح وفلفل وكمون وليمون. بعد كده بطلعه يستهدى شويه، بقطعه طرنشات رفيعه خالص، طاسه على النار فيها توم وبصل وفلفل الوان وفلفل حار، يا دوبك بتغلي شويه كده، يا دوبك البصلايه بدا كله يبقى مستكاوي كده، بروح نازل بالطحال اللي خدته سوتيه اللي انا قطعته طرنشات، خدته سوتيه كده، اديله شويه كمون وملح وفلفل قرنشات لو انتم عايزين، اكله شعبيه اللي هي بناكلها في سوق الاثنين وفي سوق الحتت والحاجات دي كلها. بحط بقى معاها فشه، بحط معاها لحمه راس، بحط معاها ممبار اللي انتم عايزينه. هي دي طريقه للطحال، ما باخدش صلصه ولا باخدش اي حاجه. كان نفسي اعمل حاجه احسن من كده لكن قدرت عليه عملته. عملنا الكراميل عشان نشوف ازاي نعمل كراميل، ولكن الكريم سهله. البصل المتحمر بتاع الكشري عملناه عشان برضه نبقى عارفينه بيتعمل ازاي. الكبه الملفوفه عملناها النهارده بشكل جديد وبفكر جديد. الباميه بموز الضاني عملناها. عندي العدسه بوجب مع السوسج والجمبري على الطريقه الاسبانيه، وفراخه محشيه بالجبن المشكله اللي هي جبنه موزاريلا وجبنه روكوتا وجبنه فيتا، وطبعا زي ما انتم شايفين مع الخضار المشوي. يا رب يكون حلقتنا النهارده عجبت حضراتكم، اشوفكم ان شاء الله بكره على خير. سلام عليكم ورحمه الله.